أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إحراز تقدم حول ملف جنوده الأسرى لدى حركة حماس منذ 9 سنوات. نتنياهو قال إن المفاوضات السرية غير المباشرة التي تجري مع حماس بشأن ملف الأسرى أحرزت تقدماً، ملمحاً إلى دور وسطاء في الجهود الهادفة للتوصل إلى صفقة التبادل وليس الدور المصري فقط. ولم يصدر عن حماس أي رد على تصريحات نتنياهو، لكنها توعدت أكثر من مرة بعقد صفقة تساهم بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. في سياق آخر، اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تزامناً مع حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منطقة بيت لحم بزعم اعتقال خلية تابعة للجبهة الشعبية بدعوى مسؤوليتها عن محاولة تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة بيتار عليت في 9 من شهر مارس آذار الماضي. وشملت الاعتقالات سكاناً من مخيم الدهيشة وبلدة بيتير ومدينة بيت جالة. المزيد حول صفقة تبادل الأسرى في هذا التقرير. بعد غياب دام عدة سنوات، يعود من جديد الحديث عن ملف تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي. العودة هذه جاءت على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح بأن تقدماً طرأ على الجهود الهادفة إلى إنهاء ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جلسة الحكومة الأسبوعية والتي عقدت مساء أمس الأحد، والتي قال فيها أيضاً: نحن قريبون من النجاح في التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى أكثر من الفشل في تحقيق الهدف. ووفقاً للقناة 12 العبرية، فإن نتنياهو كان في معرض الرد على انتقادات وزيرة الاستيطان أوريت ستروك حول تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم، إذ يعتبر المنتقدون هذه الخطوة لصالح المقاومة في ملف التبادل. ومع وجود ما يقرب من 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعطي المقاومة الفلسطينية ملف التبادل أولوية كبيرة، فيما تحاول الحكومة الإسرائيلية المماطلة فيه خلال السنوات الماضية. لكن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار كان قد توعد بأن يكون عام 2023 عاما حاسما في قضية تبادل الأسرى، حيث تحتفظ الحركة بأربعة إسرائيليين بينهم جنديان أسرى خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014 دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي. أما الآخران فدخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية. وكانت المقاومة الفلسطينية قد أنجزت صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2011، تم فيها الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط. فهل تمثل إعادة الحديث عن صفقة تبادل جديدة بارقة أمل لمئات العوائل الفلسطينية التي تنتظر أبنائها منذ عشرات السنين؟ أرحب بالكاتبة والباحثة تمارا حداد معي من رام الله. أهلا بك تمارا. هل هناك أي تطور في ملف صفقة تبادل الأسرى مع حماس لشيء دفع نتنياهو ليطلق هذه التصريحات؟ تمارا تسمعيني؟ أهلا، أسعد الله مساءكم ومساء المجتمعين والمشاهدين والمشاهدات الكرام. أهلا بك، تفضلي. أسمعك تفضلي. نعم بالفعل، يعني نتنياهو ما أشار إليه بالأمس عن تبادل صفقة الأسرة، أعتقد أنه أي عملية تبادل لصفقة الأسرة بحاجة لأكثر من مقوم. أولى هذه المقومات، أولا المقوم الضغط من قبل المقاوم الشعبي من قبل المجتمع الإسرائيلي، أن يكون هناك ضغطا إسرائيليا بشكل مستمر وبشكل متصل حتى يتم أن يكون هناك ضغط من قبل عائلات وأيضا المجتمع الإسرائيلي، ليس
فقط على مستوى العائلات هدار وشاول وأيضا منجستو وأيضا من المجتمع الإسرائيلي. الشيء الآخر، أي مقوم نجاح لعملية تبادل صفقة الأسرة يجب أن يكون هناك مقوم سياسي، بمعنى أن نتنياهو صحيح أنه هو الشخص الوحيد قد يكون يستطيع أن يقوم بعملية تبادل صفقة الأسرة، ولكن بحاجة أن يكون هناك تصويت من قبل الأغلبية للكنيسة. يعني بناء على هذه المعطيات، هل ترجحين أن تطورا فعلا قد حصل في هذا الملف؟ يعني باعتقادي عندما يشير بن جفير أن علينا أن يكون هناك تشديد على الأسر الفلسطينيين داخل السجون المعتقلات الإسرائيلية حتى يتم إنهاء الخلاف بينه وبين نتنياهو والرجوع إلى جلسات الكنيسة، أعتقد سوف يكون هناك خلافا على المستوى السياسي وأيضا على مستوى المقاوم الأمني. هناك في خلافات ما بين المستوى الأمني بين الجيش وأيضا على مستوى الشباك وأيضا الأجهزة الأمنية. باعتقادي أن الجيش هو من الرافضين من بخروج صفقة تبادل الأسرة إلا بتسوية سياسية شاملة، بمعنى نتنياهو عندما أشار بخطابه أمس أو بلقائه مع وزيرة الاستيطان أوريت عندما أشار إلى هذا النقطة لم يكن كلامه عابرا. طيب إذا حطينا النقاط على الحروف تمارا، بالنسبة للطرف الفلسطيني، يعني المعروف بأن حماس تطالب بإخراج كل الأسرى الفلسطينيين، هذا هو مطلبها. صحيح. ما هو الواقعي صحيح برأيك بالفعل الذي يمكن أن يقبله الطرف الإسرائيلي؟ أولا ملف الأسرى هو بيد القسام، بمعنى أنه إذا أراد خروج الأسرى أو يعني قبول بصفقة تبادل الأسرى إلا بشروط القسام، بمعنى إخراج عدد كبير من الأسرى المرضى والمعتقلين والمؤبدين وإلى ما ذلك، وأيضا بعض القيادات التي هي تريد أن تخرجهم، ولكن إسرائيل لن تقبل بشروط القسام. إسرائيل عندما أو نتنياهو بالأحرى نتنياهو عندما أشار إلى صفقة تبادل الأسرى هو يريد بشروطه، بمعنى أن شروط نتنياهو أو شروط احتلال إسرائيلي لا يقبل بعملية تبادل صفقة الأسرى إلا بتسوية سياسية، بمعنى إما أن يكون بالتحديد يعني تم الإشارة في هذا الأمر بعد اجتماع المستوى الأمني والسياسي والعسكري بأن يكون هناك تصعيدا مستقبليا قد يكون على قطاع غزة آجلا أم عاجلا، وبالتحديد بعد مسيرة الإعلام خلال نهاية يعني هذا الشهر من 18 شهر أيار قد يكون هناك تصعيدا على قطاع غزة. طيب الآن بالنسبة للأطراف الإقليمية أو الدولية التي دخلت على خط المفاوضات والتي أشار لها نتنياهو غير الجانب المصري، من هي تلك الأطراف؟ هناك عدة أطراف، يعني العام الماضي كان هناك في طرف ألمانيا، يعني كانت يعني تقوم بخطة دولية من أجل إخراج يعني من الأسرة أو عملية تبادل صفقة الأسرة، ولكن دائما عملية إخراج أو عملية يعني ترسيخ صفقة تبادل الأسرة بحاجة إلى ترتيبات محلية، يعني قبول محلي فلسطيني بشكل شامل، بمعنى أن لا يكون هناك أطراف فلسطينية أن لا تقبل وأن تعمل على عركفة وأن تعرقل صفقة تبادل الأسرة. والشيء الآخر أن قد يكون هناك بعض المعرقلات الدولية وأيضا الإقليمية، فبالتالي بحاجة هذا الأمر إلى ضمانات دولية تنفذ هذه الصفقة، بالتحديد أن نتنياهو عندما أشار إلى نقطته يوم أمس هو يريد أن ينفذ الصفقة، بمعنى إخراج جنود الإسرائيليين ولكن ليس بمقابل الأسرى الفلسطينيون. قد يكون هناك شن حرب على قطاع غزة مقابل وقفها، مقابل إخراج الجنود، أو قد يكون هناك رفع الحصار عن قطاع غزة بالناحية الاقتصادية. ولا هذا هو ما دفع حماس الالتزام الصمت حتى الآن، يعني لأنها لا تريد كشف أوراقها أمام الجانب الإسرائيلي؟ حركة حماس هي معنية بإخراج كافة الأسرى، لكن المشكلة هي ليست مشكلة في حماس أو هي المشكلة في حركة المقاومة وإلى ذلك، المشكلة الأساسية هي في نتنياهو وتنفيذ هذه الشروط. نتنياهو دائما يعني
له شروط مميزة وله شروط معني بهذه عملية تسوية شاملة. التسوية الشاملة التي أريد أن أشير إليها وهي سحب السلاح من قطاع غزة. نتنياهو عندما يشير إلى صفقة لا يريد أن يكون مثل ما يشابه صفقة شاليط. صفقة شاليط هي بالعكس هي أضرته والمجتمع الإسرائيلي والرأي الإسرائيلي انقسم على هذا الأمر، أنه قال أنه عند هذه الصفقة أضرت بالواقع الإسرائيلي، فبالتالي هو يريد صفقة من مقاسه، بمعنى قد يكون هذه الصفقة مقابل امتيازات اقتصادية، أو قد يكون هناك صفقة مقابل أن يكون هناك وقف الحرب إذا شنت حرب على قطاع غزة، بمعنى إخراج الجنود مقابل وقف هذه الحرب. طيب. الآن بالنسبة للضفة والتصعيد تمارا، هذه الخلية التي أعلن الاحتلال عن اعتقالها للجبهة الشعبية، ما المعلومات المتوفرة عن ظروف اعتقالها وما التهم التي توجهها لها تل أبيب؟ أولا الاحتلال الإسرائيلي دائما عندما يعتقل أي فرد فلسطيني دائما يعتقله ضمن توجيه يعني ضمن الانتماء السياسي، بمعنى اعتقاله دائما ضمن اعتقال السياسي، يعني حسب الانتماء السياسي يتم اعتقاله. والشيء الآخر، الاحتلال الإسرائيلي سواء كان الجبهة الشعبية، الحركة الجهاد الإسلامي، المقاومة، حركة حماس، أو حتى قد يكون من أي فصيل آخر أو قد يكون مستقلا، الاحتلال الإسرائيلي الآن هو يصعد في الضفة الغربية، لأن هناك يقوم بعملية ضربات استباقية لأي عملية عسكرية قد تحدث مستقبلا، أو عندما يأتيه معلومات عسكرية أو أمنية أن هناك خلية قامت بعمل ما قبل هذا، يعني قبل يعني عمليات ممكن تقوم يعني زرع عبوات أو ما إلى ذلك. الاحتلال الإسرائيلي عندما يمتلك المعلومة يقوم بهذه عمليات الاعتقال. والشيء الآخر، قد يكون عمليات الاعتقال من أجل ضربات استباقية قبل أن تحدث العملية الأمنية أو العسكرية في الداخل المحتل. نعم، شكرا جزيلا لك تمارا حداد الكاتبة والباحثة، كنت معي من رام الله. شكرا لكم.